اهلا بكم. انا في الصورة دي لن امن لاي زميل ان هو يبري اي شيء لي. تتخيلوا وصلت لايه؟ ان انا اكون غير امين مع مرضايا حتى لو هم زملائي، فهنا انتهى الامان خلاص. امي رحمه الله عليها لما كانت داخله في تي في اي جلطه في المخ وراحت مستشفى عظيمه جامعيه قوعه الاجر، واولادها اربعه اطباء واقفين ويتقال لهم كلهم خدوا بره. طيب احنا سيبنا الامانه دي، لو هي امانه صحيح نسيبها مع مين؟ حد اهل لها، نايب مده خدمته في الطب لا تتعدى 5 سنوات. برغم من كده دي ام، فاحنا بنحاول نحافظ عليها، فعليم بنطبطب على ده ونطبطب على ده. خلي بالك بس من الاوفر فلويدز عشان هي فيها ايلمنت بسيط كده هو كاردياك، وحافظوا على النظام، حافظوا على النظام. وروحنا توفيت من الاوفر دوز بتاعت الفلويدز. لما بكلم مدير المستشفى دي قال لي والله انا طلعت واحد من الرعام وكذا عشان ادخل ماما، بقت مامته دلوقتي وللاسف هو مات كمان. قلت له انت زعلتني جدا، يعني يا ريتها كانت وفاه امي بس ووفاه شخص تاني اخر. ايه اللي بيحصل ده؟ احمد الله عليها، محدش سمع عمره حاجه، لكن انا ما كنتش وصلت للحقيقه. الاستهانه بكل القيم الطبيه وكل المعلومات الطبيه مستشفى حكومه، وكنت استشاري، وبعدين اجي استشاري عشان يبات في المستشفى. انت بتتكلم على راجل عمره كله متمرن في المستشفيات، استشاري ده استدعاء. فاضطر احتك بالاجيال اللي طالعه كلها، الاقي ان النظام عندهم بعد الساعه 1 بالليل يا عم فلان اللي ماسك البوابه يقفل البوابه، يقفل البوابه المستشفى بالجنزير، مفيش حد جوه. كلمت وهابرت وقدمت مذكرات. انت راجل مثير للشغف. انا متخيل لو واحد عنده ازمه قلبيه جه الساعه 3 الصبح ولا جه قبل الفجر هتخلص منه فين؟ الناس قالت احنا ما بناخدش حقنا، سيب المكان اللي انت ما بتاخدش حقك منه ده، لكن ما تكونش سبب من الاسباب التي ادت الى وفاه مريض. ابني ثوابت طول ما انت قادر، وما تجمعه في شبابك مش هتقدر عليه لما تكبر. اتمنى ان ربنا يحل همك وتزرع القيم تاني. محتاجين جيل تاني يتعلم القيم في بيت القيم العامه وتنعكس على القيم الطبيه، ان هو مش لما بقى دكتور هيرجع بقى يشتغل بالقيم. والى ان ينتهي هذا الجيل ويجي جيل جديد لابد من عمل تحليلات عن كل طبيب قبل ان يبدا في ممارسه المهنه. هذا من وجهه نظري، وربما تكون هناك وجهه نظر مختلفه.